بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله شعبيه شعبيه. هنا عندنا كم قطايه كده زي ما انتم شايفين، على بصلتنا على كيلو بتنجان اهو، ده كيلو بتنجان رومي وبصلتين يا جماعه، وبتاع يعني يمكن كيلو قوطة او نص كيلو، انا على حسب ما يجي. ده ربطة بقدونس، دي ربطة جرجير. النهاردة الغدا او الفطار قصدي كده ان شاء الله هيبقى شعبي شعبي زي ما انتوا شايفين كده. هنولع بقى عيون البوتاجاز ونحط البتنجان عليها نشويه زي ما شايفين كده اهو، هنشويه على عيون البوتاجاز. نعم والله اكله شعبيه، حبشنا حاجات كتيره قوي بجد، الواحد كل فيها، الاسره كلت واحنا كلنا كلنا يعني كانت لذيذه. هنا البتنجان الشوى، وده زي ما انتم شايفين اهو، ده الفول اللي انا كنت مدمساه معاكم، فرمته في الخلاط وصفيته. هي الفوله كانت حمرة شويه بس طعمها لذيذ والله بجد. هنا دوت ده فلفل، حطيت هنا ده بصله مبشوره وقطه مبشوره، وده البتنجان قشرته وقطعته بالسكينه زي ما شايفين كده. هنا ده حبه فلفل اخضر اهو. هنعمل نبتدي نعمل البتنجان بقى. البتنجان عملته بالطريقه ديت بجد كان لذيذ لذيذ والله ما اقولكوش، طعمه حكايه. هنا بصلتين، معلقتين بصل مبشورين مع الفلفل كده واقلبهم، ودي بالتومه مدوقه، معلقه توم مدوقه زي ما انتم شايفين كده، هنقلب كله مع بعضه اهو. ده كمون وكزبره، ده للبتنجانه يعني، دي الخلطه بتاعت البتنجان زي ما انتم شايفين كده. هنا نص ليمونه بقى، هنصر عليها نص ليمونة عشان تدي طعم برضو ايه للبتنجان اللي انتوا شايفين. ده ملح، انا حاطه ملح في التومة بس حطيت حبة ملح تاني. ده القوطة المبشورة، حطيت قليت عليها، هنقلب كله كده مع بعضه اهي، تاخد لها غلوة وبعدين نفضى عليها البتنجان يا جماعة اللي انا عاملاه اهو. حطينا البتنجان، بص كيلو بتنجان عامل حبه مش كتار قوي يعني، بس اللي زاد ده لما حطيت قوطه وبصل وفلفل وحاجات ملى الطبق زي ما انتوا شايفين اهو. كده البتنجان استوى، وهنبدا بقى نعمل في الخلطه الثانيه برضو تحت الفرن نفس الطريقه برضو اهو. فلفل وبصل اهو، ده الفول، ودي تومة برضو زي ما انتوا شايفين، يعني الخلطة هي هي، وكمون وكزبرة وتومة مدقوقة وبصل وفلفل اهو زي ما انتوا شايفين، ودي قطة برضو مبشورة، ده برضو للفول. عملنا الخلطة نفس الطريقة بس ديت اللي عملناها الأول للبتنجان، وديت ايه للفول، سبتها خدت لها غلوتين كده وهفضى عليها الفول زي ما انتوا شايفين اهو. الاكل الشعبي صراحه والله العظيم بجد يعني بياكل، ما انا مش بقول عشان حاجه حد يقول كده ولا كده لا، بس بجد يعني. هنا دي حبه بودر الزعفران حطيتهم للفول، ادوله لون شويه لان هو الفوله كانت حمرة كده لما زي انتم ما شفتوا في الفيديو بتاعها. هنا ديت حبه ثوم مدوقه، ودي حبه فلفل، ودي قطه مقطعاها. هنعمل ايه، طبق سلطه كده جنب الحاجه دي، خيار مبشور وبصل اهو، طبق سلطه ماشي. ديت هنا للفول حته ليه مش كبيره، اديت له طعم خلت طعمه رهيب بجد. هنا ده بصل وقوطه وخيار مبشور اهو، وبقدونس وجرجير زي ما شايفين كده. ده للسلطه، عملنا طبق سلطه مميز، بصل وفلفل وده كمون وكزبره وده ملح،
وهنا نعصر عصرة ليمون عليها اهي، ديت السلطة، حبة خل مش كتير اهو، فنجان ميه كده صغنن، فنجان قهوة كده صغنن، حطينا على فيه ميه، حطيناها على السلطة مش كتير برضو. هنا ديت خيارة مبشورة، بصلة مبشورة، هنعمل برضو، ودي طماطم مبشورة برضو اهي. هنعمل خلطة كده، لازم الأكلة ديت لما كل ما اعمل أكلة شعبية لازم اعملها جنب الأكل، بتبقى تحفة. جرجير، وهنا دوت جبنة قديمة كده بالمش برضو، هي دي لازم انا بعملها جنب الأكل الشعبي، بتخلي تفتح النفس وحاجة لذيذة بجد يعني. المش ده عندي كنت حاطه له مرته ولبن، فطعمه حكايه بجد يعني. هنا ديت هنعمل بقى الطعميه، زي ما انتوا شايفين كده كسرت عليها بيضه وهضربها كلها ببعضيها كده، وهنا هنعملها بقى، هنقلل الطعميه كده، نقلل بالمعلقه كده زي ما انتوا شايفين بالمعلقة على طول كده، بل المعلقة مية عشان ما تشبكش في العجينة، واحطها على طول كده ايه. اكلة لذيذة وشعبية، شعبية ومش مكلفة كتير يعني، بس بجد يعني سبحان الله يعني، ربنا بارك في المرزق، وربنا يديمها علينا نعمة خاصة من الزوال يا رب. وما تبخلوش علينا يا جماعة، خش عندنا شوف الفيديو، وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك والتعليقات، وربنا يصلح حالنا وحالكم، وبرد كله، وبنشوف كل اللي يدخل عندنا بنزوره وبيزورنا، ما بنفوتش زيارة لحد، وربنا المستعان معانا ومعاكم، وبألف هنا وشفا للي كل واللي ياكل واللي شاف. هنا دوت طبق الفول زي ما انتوا شايفين كده، ده القطب مش بالبصل بالخيار اهي، بالجبنة القديمة، ده البتنجان طعمه حكاية حكاية، ده الفول ملك الطبلية زي ما بيقول، او ملك السفرة. هنا الطعمية لذيذة جدا واتنفخت، بص عاملة ازاي من البيض، اتنفخت وبقت لذيذة. وما تنسوش اللايك والاشتراك، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة.